في بعض الإشاعات الدائرة حول نقص متوقع في الطحين تحديدا خلال الشهر المقبل، إلى أي مدى هالكلام دقيق؟ أنا ذكرت لك بأن حاليا عندنا خزن استراتيجي موجود، عندنا إمداد ما يقارب من 800,000 طن منتج محليا، ويعد تراه من أجود الإنتاج المحلي من المملكة، يعد من أفضل وأجود أنواع القمح في عملية الطحن وغيرها في المخبوزات. وبالتالي قضية أن يحصل أزمة الآن في هذا الشهر مستحيلة، مستبعد. السبب بأن مستبعدة جدا، السبب لأن أساسا هذا موسم إنتاج القمح عندنا في المملكة.